انت متزعلنا ليه يا استدوكو؟ بقول لك ايه يا فيوز، انا اتكلم براحتي. لا احنا متزعلناش. بقول لك ايه يا بهايم، هو انا مش قلت محدش يعمل صوت في قلب البنك هنا؟ ايه ده؟ هو حضرتك معانا في البنك؟ هو حضرتك صاحب البنك؟ لا انا المهندس عبد الرحيم عمرو لصيانه السيارات. الماني، ياباني، صيني، اي عربيه تقابلك ممكن اعمل لها صيانه. والمشرف العام على السطوه على البنك والجي ام في عمليه السرقه. تشرفنا يا فندم. الشرف لينا يا باشا. مين حضرتك؟ انا الدكتور يونس. ايه الدكتور يونس؟ طب فتشتوا الدكتور يا جماعه؟ فتشناه. لقلعوا مالت؟ تقلعوا مالت ليه؟ هتاخده تحميه يا ابني؟ عموما حتى لو فتشوك هفتشك تاني، بس قبل ما فتشك لازم اعمل لك اختبار صغير كده عشان اتاكد بنفسي ان كنت دكتور ولا مع الحكومه. جاهز؟ ان شاء الله. ابني شعبان يبلغ من العمر ارزله، يعني عنده سنتين وما بيتكلمش ولا بيعمل أي حاجة. هل ده عادي ولا دي شيخوخة مبكرة؟ بيمشي؟ لا. بيتحرك؟ لا. بيسنن؟ لا، بس بيشيش. لا، ده تغير له حجر كل ساعتين وهيبقى زي الفل. يا ابن اللعيبة، ده انت عسل موت. لا، ده انت تجيني الطوارئ بقى، تحبني قوي. حلو، هتهولي على المكتب. انت قلبت ليه؟ ما انت كنت حلو من شويه. لا لا لا، المكتب كله اتقفل. بس انا عرفت الزواج اقارب ده، صح ولا انت رضعان على معزه؟ على غنى. لا يبقى الرحم. يا نهار اسود، هو الراجل ده عايش ازاي لحد دلوقتي؟ ويموت ليه يعني؟ وانا غزه بمطوه في جنبه؟ صدق عندك حق فعلا، صح. ده حتى اللي هو فيه ده يعني يعتبر جرح سطحي. المهم خلينا في قصتنا، انا جايبك عشان تفوقه عشان نعرف منه الارقام. ارقام ايه؟ ارقام الخزنه. دكتور بعد اذنك، هو انا دماغي مصدعه شويه، هو في حاجه هنا؟ هنا؟ اه، ده يا ريت دماغك كلها تبقى بحلاوه هنا. الله ينور عليك يا دكتور، اهو ابتدى يشتغل. اظبطه بس كمان سنه. شوف شغلته لك من لمسه واحده. لعله كان يملك خبرات عديده الى ان حدث ما حدث. هذا ما سوف ترونه الثالثه بتوقيت جرينتش. يا وحياه امك، علي شويه عشان بعد البرنامج ده بيجي سمكه التونه العنيده. لقد اصطدتها، كانت تسري عكس التيار الى ان اصطدتها. طالما بدا يجيب قنوات بقى اصبر، امتعك اجيب لك الاوروبي. اين السبانخ يا زيتونه؟ انها كانت هنا. ايه ده؟ مش ده الاوروبي اللي انا بحبه؟ ايوه، بس ده كرتون باي باي اللي شعبان ابني بيحبه. المسدس ده انا احتفظ بيه تذكار منك. عايزه تقتليني يا قطه؟ أنا اللي هموت لك أحمد سامح. إيه ده؟ ده إيه ده؟ ده فيلم حافيه على كوبري الخشب. إيه ده بس؟ هو وقع ليه؟ هو الريسيفر فصل ولا إيه؟ أو ممكن يكون الاشتراك خلص؟ طب سيبك منه دلوقتي، فهمني بس اللي حصل له ده حصل له إزاي بالظبط؟ مش هو حلق تقريبا كوبري وبعدين رجع مصر ومصر مصر. لابخ أنت قوي عشان تحكي وأنا واقف يعني؟ هل أنا مش قادر أفهمه؟ ما تفتحش بقك تاني. حاضر. تمام؟ نزل التردد الجديد 11785، الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5 على 6.